أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بنتائج تقرير اللجنة المستقلة بشأن حيادية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ومهنيتها باعتبارها شهادة دولية من الأمم المتحدة إلى الدول المانحة لمواصلة التزاماتها المالية وتأدية واجباتها الإنسانية في دعم الوكالة وتمكينها من استدامة جهودها الإغاثية والإنسانية والتنموية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق حتى التوصل إلى حل سياسي عادل يلبي حقوقه المشروعة في العودة والتعويض وإقامة دولته المستقلة وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.